What's the most interesting thing that's happened to you recently? اليوم راح أخبركم كيف تعلمت اللغة الإنجليزية وكيف أصبحت قادر على عمل محادثات مع الأجانب، وأيضا سأخبركم بثلاث أخطاء لا تفعلوها إذا أردتم تعلم اللغة الإنجليزية. كيف تعلمت اللغة الإنجليزية؟ سأقوله بكل صراحة، تعلمت من مصادر مختلفة، تعلمت من يوتيوب، تعلمت من المدرسة، علمني أخي إلى آخر، يعني مش مصدر واحد صراحة. كنت أشاهد بودكاست، أفلام، موسيقى مختلف، كنت أشاهد هنا هنا هنا، أي شيء فيه اللغة الإنجليزية أذهب إليه. تجيني فكرة أو جملة أروح لليوتيوب أكتبها وبعدها أتعلم، ما أعرف هل المصدر صحيح ولا غلط. كنت ماشي بعشوائية كبيرة، ما عندي لا برنامج ولا شيء، وهذا صراحة مشكلة كبيرة أنصحكم أن تتفادوها في البداية. إذا أردت التعلم حاول أن تروح إلى مصدر واحد، يعني تتابع مصدر واحد وتبدأ معه وتستمر معه. تمام، خليني أروح لفقرة الأخطاء، لأن صراحة فقرة الأخطاء فقرة مهمة. إذا أردت تعلم أي لغة كيفما كانت لازم أن تتفادى هذه الأخطاء، ولكن سأخبركم بالأخطاء خارج هذا البيت. صراحة حسيت بالملل، نخرج برا. من بين الأخطاء اللي أنصحكم ما تتابعوها هي تطبيقات مثل دولينجو. لا تفهموني غلط، أنا ما أهاجم دولينجو ولا أقول أن دولينجو مش شغال، لكن دولينجو بيعلمك الباسيف ليرنينج، يعني انت لما تتعلم كلمه او تتعلم جمله ما تستخدمها في الحياه. اول خطا، لا تستخدم التطبيقات اللي يعلموك الباسيف ليرنينج بدون ممارسه. الخطا الثاني هو تبع مجموعه من المصادر، انك تتابع كثير مصادر هذا الشيء بيشتت تفكيرك، توصل لمرحله ما تعرف ايش الصح ايش الغلط. والخطا الثالث هو الاكسبكتيشنز، التوقعات. يعني انت في الاول لما تكون تريد تتعلم اللغه الانجليزيه تقول اوه اللغه الانجليزيه راح اتعلمها في شهرين في ثلاثه اشهر، تضع توقعات وتظن انه الامر سهل، بس لما تدخل اللغه تحس انه الامور مش مضبوطه، في شيء غلط. الاكسبكتيشنز حاول تضع اكسبكتيشنز يكونوا يعني معقولين، يكونوا منطقيين، فاذا كانوا اكسبكتيشنز منطقيين اظن راح توصل او راح تكمل. لكن اذا عملت اكسبكتيشن انا راح في ثلاث اشهر راح اتكلم انجليزي حصير بروفيشنال، فاذا عملت هيك ما راح تصير لا بروفيشنال، راح تبطل من الاول.